جديدة للائتلاف الوطني السوري برئاسة الدكتور خالد خوجة، وهذه القيادة ربما كانت الزيارة الأولى لها إلى الداخل السوري. ألا تعتبر هذه كلها مؤشرات ربما لنجاح هذه الخطوة هذه المرة؟ أخي، أنا أعتبرها خطوة إيجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هذه الخطوة كان يلزمها العديد من الخطوات التمهيدية السابقة. ودعني أطرح لك بعض النقاط المحددة. تفضل. أنشئ في جنوب سوريا الجيش الأول، قوامه 30,000 مقاتل. أنشئ في الجبهة الشمالية الجبهة الشامية، قوامها 30,000 مقاتل. معظم هذه القوات تنضوي تحت مفهوم القوات المعتدلة والأقرب إلى الليبرالية منها إلى التنظيمات العسكرية. لماذا اللواء سليم إدريس لم ينسق مع القادة في الشمال والجنوب ويبدأ في إعداد الخطوات التكاملية؟ لماذا يتوجه بنداء إلى قادة ميدانيين جلهم من المدنيين ليس لديهم أي معرفة بالفكر العسكري والتنظيم العسكري؟ هم مقاتلين بحكم الخبرة. إذا أنا أقول أن الخطوة هي إيجابية ولكنها غير ناضجة ولم تبدأ بداية سليمة.